المكن. طب ما احنا عندنا المكن الوقتي، المكنه فرنج حديث. لا سيبك من الفرنج خلاص. يعني انت فاكر الله يحرز يبارك لك ويحرسك يا رب. عامل ايه؟ انت دي مكنه دي جديده مركبها؟ اه. امال القديمه فين؟ القديمه ورا. دلوقتي مكن اللي هو الكهربائي ده، اشتغل يا عم الرئيس اشتغل. بسم الله ما شاء الله، الدنيا كلها كهرباء. لا يا اخي لا، مصر بخير ومصر محفوظه، مصر ان شاء الله ربنا حافظها بامر الله. اللهم صل على النبي. هتجيب نفسها يا باشا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. كبش يا استاذ. بس لازم حضرتك معلش بعد اذنك، انت بيبقى عندك حاجه منافستو او حاجه تنبهك ان الصاموله اتربطت؟ هو الدقاق. ها؟ الدقاق بيدق. هو نفسه ضاع يا ماشي. برضه معلش بكرر تاني، اصل ده يعني انت بتقول كهرباء. لا ما هوش كهرباء. اللي هو الجهاز اللي بيعمل الصاموله ده. اللي بيعمل الصاموله ده. لا هوا. هوا. يعني عفوا ليك ثواني ولا ايه اللي بحسسك ان الصاموله اتربط؟ الصاموله بتقفش بتربط. شفت ده؟ مدقر نفسه. ده ما انا بسال عشان كده. ايوه يا فندم. اه. ده عيار. بياخد لحد الرباط بتاع الصاموله، ده مثلا حاجة لها رباطه مثلا 5 بار 10 بار. تمام تمام تمام. لحد ابو موقف. تمام. بتقف الصاموله غصب عنها. انزل بالكروك يابا. تربط عشان الصاموله لو خدت رباط اكتر من لازم ممكن تفرقع تتكسر. طب ما انا بتكلم على ده. مسمار يتكسر. ما انا بتكلم حضرتك. اقل من كده ممكن العجله تتكسر. بتكلم حضرتك على كده. يعني هي لو خدت انت واخد بالك لو خدت اكتر من لازم غلط. فانت بتقول لها عيار. اه. اكتر من لازم مسمار يتكسر. تمام. اقل من كده العجله هتحل وماشي. الله اكبر. لا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في العربيه واصحابها. لا اللهم صل على النبي. العجله من دي بكام؟ حوالي كام يا ريس؟ 200 من دولت عامل 15000. اللهم صل على النبي. يعني العجله 7.5. اللهم صل على النبي. لا بس هو نوع نظيف يعني، هو النوع نفسه انت تجيب برضه تبقى تراعي التاريخ صلاحيه وكده. لا هو بتمشي على الطريق. اه يعني على اساس انت لك تاريخ صحيح. 7000 جنيه ونص. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك. البنس يا محمد لو عاوز بنس. هات البنس. هات له بنس ما هوش هو نازل الكروكة. بس
بس لو تنشرها بلاش يبقى كان يوم الجمعة عشان ما يوم السبت بدل ما نروح في الصيف. عمك انت ما انتش تاعي عني. الله على خلص نزلت عليه. تعاش تضرناك تضرناك بس يا بس انا ما بعملش حاجه يا عم. ده حاج فتحي بقى ونبع ابو احمد. صورنا 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 وانا شغال بالتليفون. يا دي حضرتك ايه؟ الونش. ها الونش الونش اللي بيرفع ايه بقى؟ بيرفع العجله دي. اللهم صل على النبي. ده اللي بيرفع العجله ماشي. اللي هي ستيبني بيرفع الستيب. يعني ده الونش اللي بيرفع الستيب وهيرفعها الوقت. يعني انت هتحطها الواد ده مسكر. على ما نزلش الكراك علي قاعد يتصور وانت بخلف في البنسه. اللهم صل على النبي كده بترفع الستيب. عشان تخش يا العربيه كده بيبقى لها 2 ستيب. ايوه ربنا يبارك. سبحانك يا رب. ده كل حاجة في الدنيا ولها تفاصيل. سبحانك يا رب. الله يقويك الله يقويك. الله
منه اهو. يا دي حضرتك برضو بتترفع؟ دي مطرح اللي كانت بايظه دي. دي القديم. دي القديم البايظ. دي. هذا ما لدينا، نشكر حسن المتابعة.